ألحق بك يا جارية الجميلة. يا حسرة على سيدي الذي خسر كل شيء، خسر هند وخسر الكنز وخسر مهابته بين الناس وفضيحتاه. صهن يا امرأة صهن، اللات والعزة لن أترك ثأري أبدا. أتظنين أنني أترك ثأري؟ كليبة أنا، كليبة أنا، كليبة أنا بيني وبين هذا اللمبي ثأرا لا يمحوه إلا الدم. لقد أخذ مني هند حشاشة القلب وسيعرف سر الكنز. منذ أن نزل المدينة وهو يدبر في شيء لا أعرفه، ولكن الآن أبصرته. يا لك من داهية يا كليبة، ويا لي من خبيث ماكر. خبيث ماكر، ماء من تحت رمل، لكن يجب أن نقتل اللمبي. لا، لن نقتله قبل أن أعذبه. أجل، نقتلع أظافره، أقلع عينيه من مغلفيهما، نسكب زيتا مغليا في أذنيه. لكن كيف نفعل كل ذلك دون أن يتصدى لنا من يعتبرونه بطلا بين سادة قريش؟ لا عليك بسادة قريش، فأنا كبيرهم وسأقنعهم بأن هريسة لن يقضي لهم ديونهم، وسينفق بذخ على عرس بنت أخيه من الكنز الذي يعرف سره. ويحك يا لمبي، فزت بالكنز وبعرس هند الليلة. لا عليك، لا عليك يا زيدون، يجب أن نحضر هذا العرس ونفرح لفرحهم. ما يهمك يهمني، فأنت حبيبي وعشيقي. بص حجل هيتحل تحت رجلك. مرحبا ابو منة،
على برغبه من اللي انت بتعمله ده. انا شايف وبصاص يعني. نفرح ان شاء الله كده يا رب كده بفرح منك وسعيد هتتفرج على الدبايح. يا رجاله منورين. مرحبا مرحبا. الله يخليك الله يخليك. مرحبا. يا حاجة هريسة ايه لما شفنا نقطة نازلة ولا اي حاجة؟ الفرح الناشب ده. اني احقد عليك لكنني اهنئك، اتمنى لك عيشا رغدا سعيدا مع عروسك، وان تموت قبل ان تهنأ بها. انني اريد ان اقتلك، نعم اريد ان اقتلك، لكن عيني هن تمنعني، عيناها تمنعني. لم نفسك يا عم زيتون. انا مش هطول معاك عشان انت شكلك سكران، انما انا ممكن اقوم اعلم عليكم بمنتهى البساطه وكده يبقى مات الكلام. انما انا بكره الصبح هتفاهم معاك اما تفوق، ودلوقتي هطول حته جبنه قديمه عشان خاطر يفوق او يرجع على جنب الحوطه. والان مع نزال السيوف احتفالا بعرس الليمبي. ما كنت تخلص الناس دي ده شطنين في بعض خالص. هو عادي كده الموت ده ولا ايه؟ ولا السيوف دي اتعرف في كبده مصق مصق. قتله يا نهار اسود يا نهار اسود. وانتوا عادي كده عندكم كده بتموتوا بعض كده في الافراح بتاعتكم؟ هذه هي زيجاتنا وافراحنا يا لمبي، ويجب ان يكون هناك قتلة. قتلة؟ نعم قتلة. هذه هي تقاليد العرس. صديقتي زليخة بنت المشعر. مين؟ زليخة بنت المشعر. زليخة بنت المشعر؟ نعم. اقطعي علاقتك بيها بالاسم ده، اقطعي علاقتك بيها. ماذا زليخة؟ قتل في زيجاتها 50 عبدا وعشرون امرأة ونعجتان. نعجتان وخمسون عبد ونسوان. طبعا اكيد بقى الناس دي جايه بقى ترد الواجب بقى. اللي مات له 50 جاي بقى عايز يوجب في 20 ناقصين عنده، فجاي يدبح في الخلق هنا. احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكايه دي، ننقط. انما انتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده على التحيه اللي انتوا بتعملوها مع بعض والوجبات دي، يدوب فرحين. أم فرحين ومش هتلاقي حد في القبيلة خالص. قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس. تبقى قبيلة الجمال. بخن بخن. مباركا يا لمبي. مبارك 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 يا لمبي. خلاص يا جدعان، ابو ايه؟ انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين يا عم ابو ذهب. يا قوم يا قوم، بكل افتخار سيدخل ابن اللمبي على ابنتهن الان. الان فين يا عم انت؟ الان انا هعمل الحكايه دي قدامهم ازاي؟ هو ايه ده الجمل بيلاقوا له دروه عشان يخش فيها؟ انت عايز اعمل الحكايه دي هنا؟ هيا يا لمبي الى خيمتنا. هيا الى خيمتنا. الله يا عم الحاج، انا هنفتح مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير. انت عارف ان انا مش مصدق انه اخيرا جت اللحظه اللي هيبقى فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض، ها؟ وابقى عريس
الليمبي بعريس. أجل وأنا أيضا لا أصدق أنني عروس. لماذا؟ هند عروس. أنت تسأل إن أنت تبقى عروسة إنه منا صعب عليه إن أنا أبقى عريس. نتهبت أقول إنه ده في حياتي طول عمري كنت بتعزم في الأفراح بس أوجب وأمشي كنت أخش كده أبص على العريس والعروشة والمعدن في قلب الكوسة واحد عليهم كنت أقول أنت أنا هتزوج أنا كمان وأقعد في قلب الكوسة زيهم بس يعني يعني جيت اللحظة وبقينا مع بعضنا البعض يعني إيه بقى انت ايه بقى كلمين انت بقى عن النقل كده جوه نفسية يعني خير في سلامة وسلامة في خير سلامة ليه انا بقولك انت جوه يعني خرج جوه في الحتة دي يعني من عندك يعني بعدعي يعني انت بعدعي ماذا تريدين ان تبعدعي اجل احساس الان وامس اجل هو احساس الان وامس يا لمبي ايوه هو ده الشغل لقد كنت فتاة بلا قلب بلا مشاعر بلا حنين واتيت انت انرت القلب وايقظت المشاعر واشعلت الحنين يا لمبي يا ما انا قلبت امسية دنيا كده ليه يا ست ده انا لو امتحن عربي مش هسمع الكلام اللغه العربيه ده كله انا اريد ان انا اتزوجك العب معاك عريس وعروسه فهمتك ولكن هناك شروط انا فاهم دي كله بيحب قوي دي النور والمشعل دي النور ما مطفي النور اتقصد المشعل اليس كذلك نعم أتقصد المشعل؟ المشعل أقصد المشعل وبعد مشعل في الطوابق وبعد كده صفت اللبن خلاص اللي جابوا أمي بقى خير في سلامة وسلامة في خير الله ينعل أبو سلامة أبو خيرة يا ست إحنا عايزين أنا وانت نظبط بعضنا البعض لا 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 استغفر الله العظيم يا رب تمام أنت اللي ملاحظ الليلة أنت بتعيط ليه دلوقتي؟ أبكي لأن لو كانت أمي معي في هذا اليوم أمي كمان معنا في الليلة اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصة إلا البيض تبيض يعني إيه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة أيوة وتشاهد ما نفعله وكيف نصنع طفلنا أيوة وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء تحكي للقبيلة كل شيء نعم أنا أساس إن هي بتنقل نهائي كأس العالم وأمها حياتي حياتي وأمها أيوة حياتي كده ويسمعوا إن في راجل جوه أي حاجة نداري بيها عارنا اللي إحنا فيه يا بنت اهدي يا بنت اهدي أنا هقول لك على حاجة بنت يا بنت يجب إن أنت تهبي عليا وانا اهب عليك لما احنا الاثنين نهب على بعض هتلاقي هباب حصل فتبقى انتم مهباب وانا ابو هباب خير في سلامه نعلمتني من سلامك يا ادي امشي بقى واه يا بنت انت دليل عرف انا هاخد الراجل ده واقعد معاه ماشي هو ده اللي هقضي الليله معاه يا حبيبي ايه ده؟ قطعت قطعت انت ليه بتنامي فجأة دايما ليه؟ نومي ده تعبانة من ايه قطعت؟ ما اعرف انا تحت في الشام وفي النوم يعني عاجبك كده اهو الصوت بكير جه وانت ما قلتيش اي حاجة اي لو ما انا بقى عشان خاطر السجن بقى عشان تمام خاطر متحيز العالم متحيز مصر اجل ما بصي لكنك بقى مره ثانيه اجل ما 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 اج
بقى السجن كله عنده خبر ان سلامات هتشرف هنا وانتوا نايمين على ودانكم. اخص عليكم نسوان لماما، انا الحق عليا اللي بعتمد على اشكال بيها زيكم. مين سلامات دي؟ سلامات دي يا اختي اللي انت بوظتي عليها الهروبه بتاعتها. يلا اسمعوا، انتوا هتحسبوها تضربني؟ ينفع تضرب واحده في سن امك؟ وانا مالي يا اختي، مش انت اللي شكلتيها في الاول؟ اشربي بقى. وانت يا مزروده؟ وانا مالي يا اختي، دي وليه قويه ومفتريه، ماليش دعوه بحد. لا تتدعوا بقى، انتوا مجاسر بقى، عندها حق بقى، ما ايوه عندها حق، ولازم تعرف بقى ان سلامات ستبرتها في الخلافة. قالت ايه يا وليه يا مطاق؟ ابو ده مش قولي يا بيت، تعالي عودي جانب بل بس بالراحة. سبتك في خلافك. قالت ايه؟ قالت عليك ان انت وليه الاخر. يا نهار مش اسود. وعليك كمان قالت ايه كمان؟ قالت عليك لو انت واقفه ورحنا شادين البنطلون هنلاقيك راجل. يخرب بيت ابوها. ايوه انا بقول اللي قدامي واللي قدامي ربنا. عارفه يا قطاطة لولاكي كان زماني على عماية. لا وده كمان قالت ايه؟ قالت مناصر ايه كمان؟ مناصر ايه كمان يا محلي؟ أم ياسر دي تروحي كده تلعب في أي حاجة تانية، يا فاكر نفسها هتحمي قطاطة؟ لو جت كده هضربها هي وقطاطة. ماشي، لولاكي كنت فضلت على عماية لحد ما المدعوة سلامات تشرف هنا في السجن ويبقى وش في وشها من غير ما خطط لها ولا تكتك لها. أنا قدمتك أم ياسر، ولو عايزاني أقعد في أي وقت. بقولك يا قطاطة، انتي من النهاردة في حمايتي، وبالنسبة للطار اللي مبيتهولك المدعوة سلامات، لا مؤاخذة تبقى تبل وتشرب ميته. يا نهار اسود، شفت الولية حرشانة عملت ايه؟ بلفت ام ياسر وحطتها تحت بطها، وقال ايه؟ هتخليها الفتوة بتاعتها. انوسة دي والعبان، شكلنا كده احنا التلاتة مع بعض هنبقى منصوريانا. ده مش بعيد يا اختي، تخلينا نمسح بلاط العنبر ونعمل لها حواجبها في السكة. جرى يا مرة منك ليها؟ في ايه؟ ما بقاش اسم على مسمى، اما كعبلتها في مشوار وخليتها تروح ما ترجعش. ايه عدلي بقى كده؟ اهو بس تعدلي. حاضر خلاص؟ كده مظبوط ولا ايه؟ ايوه ده كده مظبوط. ماشي. سي قطاطة، ما عارفة حبيبي تعدلي من جوا. عارفة يا تيتا قطاطة؟ يوم تيتا قطاطة، هو صحيح جده ضفر لي شعري كذا مره، بس انتي بتضفريهولي زي ماما الله يرحمها بالظبط. زي ماما الله يرحمها اللي ماتت؟ الله يرحمها. الله يرحمها، يعني اي حد في الدنيا ممكن يعمل لك التضفيره دي؟ اعملي عصره الاسد. لا يا قطاطة انا ما اقصدش، انا اقصد بس ان انتي فكرتيني بماما. نحشي حبيبتي بوسي رغم ان انا اكبر من ماما واعمل منها 13 ست، اني ما تقدري تعمليني زي ماما الله يرحمها. ما تقوليش الله يرحمها. انت اللي قلتيلي. انت قلتي الله يرحمها. انت قلتي الله يرحمها. انت يا حبيبتي والله ايه ده يا ابويا رياض، انت وجهك مش فارق كده ليه؟ وشي؟ ماله؟ بس انا قلت لك روز. ماشي؟ ماشي. روز؟ اوكي. صلي على النبي كده. صلي على النبي. حطي بس يا رب، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا دي عادي بوقك. ايوه. ها عامل ايه؟ انت كده تروح فين؟ رايحه فين؟ بوقي تحت اهو. سبحان الله، بوقك هنا تحت اهو. اديني قام معايا كده، بوق قدام. ايوه. انت فين يا قطاطة؟ ايه ده؟ هو ايه اللي الخرم في الخرم هو ده؟ ايه هو مناخير يا قطاطة؟ ده خرم المناخير فوق. ايوه بوق اهو. ايوه صح، الخرم بيبقى فوق بتاع المناخير. ماذا؟ يا سلام، ده انت عارفه ده زمان؟ ده انا ياما جوعت عراجي، استني عشان اظبط الروج.
لما زبطت عرايس كانت تجيني بقى العروسة من باب السحرية وكنت ونبص كنت بجهزهم واديله العروسة كده في ايده وقال له خالي سالم يا عم كان بيعمله ليلة وبيجوني كل ليلة خميس بجد؟ معه المصحف كنت بزوقها والراجل كان بيتنفخ عندنا تحطي ميك اب حلو جدا بصي انا كنت يا طاطا دي مناخيري يا طاطا ما انت بتحطي كويس اهو بتلحوسي فوق ليه ما هو وهو بقي اهو انت حطيتي صح انت بوقك مش مظبوط ايوه بس كده عمي بقى كده حلو لا بس افرفك ايوه بس روحي بقى شوفي نفسك بقى في المرايه وتعرفي اللي عملتي ايه بقى ماشي يلا وانا دي لسه هزوق ايه رايك بقى ايه ايه يا حبيبتي تعالي هنا في حاجة حصلت عايزة روسة دي انت عايزة روسة دي ايه ده ايه ده انت بوظت المقياس انا برضو اللي بوظته بقول ما انت بوظت المقياس بس لازم طيب بصي يعني نعمل غيره واحنا بنحكي ماشي لا انا كده كده حدوته طيب ماشي كان حدودة بتاعت الدنبي حبيبك صح الدنبي حبيبك ماشي قولي يا قولي قولي طيب انت كويسة والله كان يا مكان نزاد يا كلام وليه ده كلام ده بيكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام والآن أغمض عينيك يا لمبي أه تعال أنا حاسس إن أنت محضر لي مفاجأة بقى وهتروح كشف لي على الكنز والآن أيوه. افتح عيني أقدم لك هريسة صنم قصدك هريسة مول وما هو المول يا لمبي المول ده اللي هو فيه عدة بضائع متفرقة بلى بلى أقدم لك هريسة صنم أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله أصنام كبيرة للمعابد هيا وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل أما هذه الأصنام الصغيرة أيوة دي بقى أكيد دي للميدالية بتاعت المفاتيح بتاعت العربيات وما هي العربيات؟ لا عبارة عن حمير حديدية في البلد عندنا أجل أجل هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة أيوة. إن أردت أن تعبدها فاعبدها أيوة. وإن جعت فأكلها طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوة أحسن لكم وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عبارة عن بسكويت بالعجوة نأكله إت أجل أجل شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال وما ضحك في ذلك؟ يضحكني كلامك عشان كده ضحك أجل أجل أيوة. وعندنا أيضا أصنام بالطين أيوة. وأصنام بالعاج أيوة. وأصنام بالزرنيخ مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحيك في هذا؟ الضحيك في هذا لأن دي أصنام كده لا تنفع ولا تضر يا لمبي يبدو أنك غير مسرور بالطبع يا عمو توقعت ذلك أمال إيه يا عمو؟ يا عمو ألم تقل لي في البارحة امبارح في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في الذنوب في الذنوب وأنت عايز تغير منهم وقد فعلت ما أمرت فعلت ما حمرت إيه ما هو ما أنت عملت تمثيل تانية معمولة من الناس بتعبق العجة تاني يا لمبي وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة لا يا عم ده إيه ده كبير فيه مغده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في أي بلاعة رد وما هي البلاعة؟ هي عبارة عن مجاري متدفقة من نهر النيل أجل أجل فهم مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني أيوة يا لمبي أيوة
إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فنحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فنحن نبيعها. لا ويحكم، دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيئة. يا ويحي لماذا لي انا؟ يا ويحكم انتم. يا لمبي يا ولدي، ألست أول من يعبدها؟ فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا أما أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو، أنت هتخليني أروح أضربهم. ويحك، إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب إيه؟ احذر، ألم أحذر؟ يا عم تحذر إيه يا عم؟ أنا بلعب معاك، ده زي عم زي الفيلم بتاع فخر الإسلام بتاع حنظ. انت ما تعرفش، انا مش هاجي غير على الكبير لهبه اللي فيهم ده. احذر يا عم، احذر يا لبي، احذر يا رب الناس، احذر. انني اتبرأ منه. يا قوم تعالوا وانظروا، ارايتم انه يسخر منا ومن آلهتنا؟ لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الأعظم. برافو، حلو أوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. إيه يا جدعان، في إيه؟ إيه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا، إنه يسب آلهتنا وأمهاتنا وآباءنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزة. في ايه يا عم مالك؟ مالكوا يا الكفار الملاذيع؟ إنه يسفنا بالكفار، عليكم بهذا اللمبي. لا، عليكم بهريسة، فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه. وأنا أضم صوتي إلى صوتك. أتحرضهم على قتلي يا لمبي. عارف عايز أعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتل. تسلم إيدك. عمو الشاهد طيب أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد أشهد الله أكبر، أشهد لا إله إلا الله. جدي، أما أنت فلترحل غدا. لا، فلترحل اليوم. لا، فلترحل الآن. ده انت حنفي، فيش كلمة خالص يعني. حصل. هيا بنا يا رجال. خليك انت كده كيادة كده وعودي افرقه بنفسك. مستكيفة انت كده قوي بالكد بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجالة. بعض ناس بقولك نسيتوا الكلب بتاعكم. الكلب يا كابتن. يلا مبسوط يا عمو. يا قوم هريسة ابن أبي المهروس ينفس أنفاسه الأخيرة. فليذهب إلى الجحيم، لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا. ما هذا الحديث يا قوم؟ أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعا برابطة السيد هضبة، وننقض عليه ونقتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه؟ ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل. سحقا لهذا الهراء. وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني، عندي الحل. وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه اللمبي.
الليمبي؟ نعم، حديثك خبز يا سيدي. ونعم الرأي. إذن هو ذاك. مرحى مرحى. إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز، وعندئذ أخذه لنفسي. أقصد نقتسمه جميعا. إذن هو ذاك. الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز. خدمتك كليبة، هل ستنساها؟ لا، بل سأتزوجك. وكلام رجال قريش عني؟ كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر، ثم أنا كبيرهم ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي. يا قوم، يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 يا رجال، هيا إلى بيت بني هريسة. هيا هيا هيا. لن أتركك قبل أن أعرف مكانك.